يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدكاترة الذين يدرسوننا في الجامعة مادة العقيدة يقول إن السلف قد قسموا التوحيد إلى قسمين، وأدخلوا توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، فلما احتيج إلى الكلام في الأسماء والصفات أفرد كنوع ثالث. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، إن الأسماء والصفات من توحيد الربوبية، وإنما أفردت لما حصل فيها الكلام والجدال، أفردوها وصارت نوعا ثالثا. ولذلك من العلماء من يقول التوحيد نوعان: توحيد في الطلب والقصد، وهذا توحيد الألوهية، وتوحيد في المعرفة والإثبات، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. والنتيجة التي رتب عليها الدكتور هذا الكلام قال: إنه لا حرج على من يأتي الآن ليفرد توحيد الحاكمية نوعا رابعا لشدة الحاجة إليه. ليت سكت على الأول، ليت سكت على الأول، أثره يريد باطل ما يريد حق. لا، توحيد الحاكمية ما يفرد يا أخي، ما أفرده السلف ولا أفرده العلماء، لأنه داخل في توحيد الألوهية، وبعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية، والصحيح أنه داخل في الاثنين، داخل في الاثنين، في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما أنه يجعل قسما مستقلا، هذا ابتداع، هذا ابتداع ما قال به علماء هذه الأمة، وإنما قال به الحركيون والمفكرون الذين ليسوا حجة. نعم.